ماني شغله بالحكومه يا اخي اليوم شباب 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 جوار السفارة العراقية بستوكهولم. صيح لين محروق دمنا على بلدنا. اسمع 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 صفقة سياسية فساد سياسي. انت شنو اللي جاي؟ اي اوكي انت شنو اللي جاي هسه بالتنبيث للعراق حبا بالعراق؟ طبعا دافع دفاتر دافع دفاتر انت وجاي بالضبط انت جاي انت جاي شو اسمه؟ انت فساد سياسي انت قتلة انت شغلة قتلة اتحدى اتحدى الى ما انت جاي هسه صفقة سياسية بستوكهولم وين الأخبار؟ وين الأخبار؟